اليوم باش ندير تسجيلات في الإقامة الجامعية والحمد لله كانت كل الظروف متوفرة احترام البروتوكول الصحي كان ميم التباعد. سجلنا 4808 طالب جديد، يعني العدد في ارتفاع، وطبعا وتبعا لتعليمات وتوصيات معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي يحثنا دوما على احترام البروتوكول الصحي في ظل هذه الجائحة، فإننا وفرنا جميع التعقيمات لجميع مرافق الإقامات، هذا من جهة. وبالنسبة للإطعام فإننا نقوم بتوفير الأكل المحمول. بالنسبة للرعاية الصحية فإننا قمنا بفتح نقطة من أجل تلقيح جميع أبنائنا وبناتنا الطالبات أو الطلبة وكذلك العمال.